بتي باتام انتقل ام ريلي اتاك جديده بتخلي الهاكرز يستولي على الويندوز دومينز. سيكوريتي فلو جديده بالويندوز اوبريتنج سيستم كان بي اكسبلويتد لتجبر الريموت ويندوز سيرفرز انكلودينج الدومين كنترولرز يعملوا اوثنتيفيكاسيون مع مالشس ديستنيشن، مما بيخلي الاتاكر يعمل انتي ال ام ريلي اتاك وبالتالي يسيطر كومبليتلي على الويندوز دومين. هيدا الايشو واز ديسكفرد باي جيل او هو سميها بيتي بوتام. هو كمان كان شارك العالم بالتكنيكال ديتيلز والبروف اوف كونسبت كود لاست ويك، وقال انه الفلو بتشتغل باي فورسينج ويندوز هوست ليعملوا اوثنتيفيكاسيون مع غير ماشينز عبر الام اس اي اف اس ار بي سي، واسم الفانكشن الكامل عم يمرق بالشاشه من تحت. الام اس اي اف اس ار بي سي هو عباره عن مايكروسوفت انكريبتنج فايل سيستم ريموت بروتوكول، ويلي هو مستعمل تو بيرفورم مينتيننس اند مانجمنت اوبريشنز على الانكريبتد داتا يلي بتكون ستورد ريموتلي والاكسس عليها بيصير اوفر ا نتورك. هلا بالتحديد الاتاك بتسمح للدومين كنترولر يعمل اوثنتيفيكاسيون على ريموت ان تي ال ام من خلال استعمال الام اس اي اف اس ار بي سي انترفيس، وبتعمل شير للاوثنتيكيشن information تبع. هيدا بتصير by connecting to LSARPC، مما بيؤدي لسيناريو مطرح ما التارجت سيرفر بيعمل كونكت لاربيتراري سيرفر و it performs the NTLM authentication. وقال حسين الشرقاتي من شركة تروسك انه الاتاكر بيقدر باستعمال بروتوكول الـ MSAFSRPC يخلي دومين كنترولر يبعت الكريدنشلز تبعه، ومن بعدها بيبعت الـ DCNTLM credentials للـ Active Directory Certificate Services ADCS Web Enrollment Pages ليعمل انرول للـ في سيرتيفيكت، وهيدا رح يعطي افكتيفمان اتاكر اوثنتيكيشن سيرتيفيكت يلي فيه يستعمله تو اكسس دومين سيرفيس مثل الدي سي، وبالتالي تو كومبرومايز انتاير دومين. بالرغم انه السبورت على الام اس اي اف اس ار بي سي از ديزيبلد، بس هيدا ما بيمنع انه الاتاك ما بقى تمشي. ان فات مايكروسوفت نزلت من وقتها ميتيجيشن لهالايشو ووصفت البيتي بوتام بكلاسيك انتي ال ام ريلي اتاك، مما بيسمح كمان للاتاكر نعمل اكسس على النتورك تو انترسبت ليجيتيميت اوثنتيكيشن ترافيك بين الكلاينت والسيرفر، ويحول او ياخذ الروكيت اوثنتيفيكاسيون الفاليد ليقدر يعمل اكسس على النتورك سيرفيسز. لاحظت شركه مايكروسوفت انه لتمنع الان تي ال ام ريلي اتاكس على النتوركس اللي فيها الان تي ال ام انيبلد، لازم الدومين ادمنستريتورز يتاكدوا ان السيرفيسز يلي بيسمحوا بالان تي ال ام اوثنتيكيشن بيستعملوا بروتكشن مثل اكستندد بروتكشن فور authentication الـ OPA أو signing features مثل الـ SMB signing. وكمان قالت شركة مايكروسوفت أنه البيتي بوتام بيستغل السيرفرز يلي ما بتكون الـ Active Directory Certificate Services الـ ADCS كونفيجوري مع protection من الـ NTLM Relay Attacks. لنحمي حالنا من هالنوع من الاتاكس، مايكروسوفت تنصح زبوناتها يعملوا ديزيبل للان تي ال ام اوثنتيكيشن على الدومين كنترولر. هلا اذا ما فيكم تطفوا الان تي ال ام من ورا كومباتيبيليتي ريزنز، بتنصح الشركه انه تستعملوا هالتو ستيبس. واحد، تعملوا ديزيبل للان تي ال ام على كل الادي سي اس سيرفرز بالدومين تبعكم. الاحسن تستعملوا جروب بوليسي نتورك سيكيورتي ريستريكت ان تي ال ام انكومينج ان تي ال ام ترافيك. 2. تعملوا ديزيبل للان تي ال ام على الانترنت انفورميشن سيرفيسز الاي اي اس على الادي سي اس سيرفرز بالدومين اللي ماشي عليها السيرفيس السيرتيفيكت اوتوريتي ويب انرولمنت او السيرتيفيكت انرولمنت ويب سيرفيس. بيتي بوتام بشكل ثالث مشكله كبيره للويندوز سيكيورتي من بعد ما تم الكشف الشهر الماضي عن البرنت نايت مير فولنرابيليتي، وكمان عن السيريس سام المعروفه بهايف نايت مير. هذا كان خبر سيكيورتي نيوز جايز بهيدا الفيديو، وانا برجع بشوفكم فيديوهات تانيين. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب.